السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وسلم يا ربي تسليما كثيرا على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والرسل. عنوان الفيديو النهاردة: رهام سعيد أنت على حق. رهام سعيد أنت على حق. رهام سعيد عملت برنامج بتتكلم فيه عن كمال أجسام وعيوب كمال أجسام والمنشطات، وإن الفتيات كتير بتخاف من شكل لاعب كمال الأجسام وبتنفر منه، وفي ناس بتقول إن شكله مقرف، ففي ناس هجمتها كتير جدا والسوشيال ميديا هجمتها كتير جدا. وأنا بصفتي إنسان مواطن مصري، طبيب صيدلي بطل رياضي بطل عالمي، لازم أتكلم عن الموضوع ده ولازم أشهد شهادة حق لوجه الله وأقف في ظهرها. مش هقف في ظهرها عشان احنا ولاد عم ولا هي خطيبتي ولا هي مراتي، لا، انا بشهد لوجه الله وبكلام علمي موثق، وانا عامل فيديوهات على القناة من 4 شهور، وهحط اللينكات تحت في اول تعليق او هحطها في صندوق الوصف. طبعا لاعبي كمال الاجسام بيتناولوا منشطات عديدة، البيطري بيطري والبشري بشري، وفي وقت قليل قوي بيدمروا صحتهم، في وقت قليل قوي 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 بيدمروا صحتهم. بياخدوا بامبويز بيطري، بياخدوا ستانازول بيطري، بياخدوا اي دي 3 اي حقن موضعي بيحقنوه في العضلات، بياخدوا تستوستيرون من الصيدليات البشري، بياخدوا كورتيزون من الصيدليات البشري، بياخدوا انسولين بتاع مرضى السكر من الصيدليات البشري، بياخدوا الالتروكسين هرمونات الغده الدرقيه عشان تساعدهم على التخسيس، بياخدوا لازكس اقراص، بياخدوا لازكس حقن، بياخدوا اي سم اي بلا ازرق محطوط بياخدوه. وانا متكلم قبل كده في الموضوع ده ان عندهم كريزه العضله او كريزه كمال الاجسام. طبعا البنت لما تشوف المنظر ده وتسمع الحقائق العلمية دي وتعرف ان خصيتك مش هتخلف بعد كده حضرتك، او كدك هيبقى تعبان، او كليتك هتبقى تعبان، هتاخدك ازاي؟ هتقرب منك ازاي؟ هتتمناك زوج ازاي وانت فيك العيوب دي كلها والعبر دي كلها؟ ده الحاجات العضوية. طب الحاجات النفسية، ان انت الاستيرويد بيخليك مجنون وبيخليك عصبي وبيخليك عايز تضرب ده وبيخليك عايز تضرب ده، وعندي اكتر من 20 لاعب عندهم نصايب ولاعيبه، لاعبين عالميين على مستوى العالم. على سبيل المثال كريس بونوا قتل مراته وقتل اطفاله وبعدين قتل نفسه. الف مبروك. طب يبقى البنت لما تسمع ده عن لاعب كمال اجسام هتعمل ايه؟ لازم تكش منه، لازم تخاف منه. لما حضرتك تحقن نفسك بسنسول، زيت السنسول، ويبقى زيت السنسول ده كيس مدلدل من عضله الباي، او كيس مدلدل من الترابيس او الترابيزياس ماسل، او كيس مدلدل من صدرك كده، منظر مقرف، كيس مدلدل كده مليان زيت، منظر مقرف، جسمك كله مزرق ووارم. شفت لعيبة بعنية راحوا الجراحين فتحوا دراعاتهم نزلوا لتر واتنين لتر صديد من الحقن الموضعي الخاطئ بتاع الناس معدومي الضمير اللي في النوادي. وبرضو لينا أولاد مصريين ساكنين في كندا، قاعدين في كندا زي محمد الدرة، الله يحط له اللي بيعمله في صحته، مش هقول له أكتر من كده، الله يوضع لك اللي بتعمله في المصريين والعرب في صحتك. لو كان خير يا عم الله يبارك لك، لو كان شر استحمل، لانك عمال بتسم في المصريين وبتدي المصريين ادويه وعامل كتب في القذاره والوساخه وعامل كتب في الحقن وقله الادب، غير الظواهر الاجتماعيه الشاذه اللي بتتكلم فيها. العاده السريه اضرب ما يهمكش اي حاجه، تمام، وبتدي للعيبه حاجات ادمان. اللعيب لما يخس ما بيعرفش ينام، بيجي له ارق، بتيجي مديله ادويه جدول مخدرات عشان تنيمه، وكل ده عامل بيه كتاب، زي ما يكون كتاب للضلال، كتاب للفسق. فكل ده الناس هجمت
الاخت ريهام سعيد. لا، ريهام سعيد بتتكلم مظبوط، وكونها ترتزق من وراء الحلقه او ترتزق من شغلها فده شيء مباح وشيء مسموح وشيء شرعي. كويس ان هي لفتت نظر اولياء الامور كلهم ولفتت نظر المجتمع للنصايب السوداء لشبابنا اللي بيضيع، لشبابنا اللي بيضيع، لشبابنا اللي بيتدمر. فهي على حق، وانا في ظهرها بالعلم، مش في ظهرها كده، انا في ظهرها بشهد شهاده حق وكلامها صح ومظبوط. ولازم لما تمارس رياضه، مارس رياضه حافظ على كبدك، حافظ على كليتك، حافظ على قلبك، حافظ على مفاصلك، حافظ على خصيتك عشان تنجب، حافظ على اعصابك هاديه. هي دي الرياضه. الرياضه هي الصخره التي يتحطم عليها الشهوات، مش الرياضه هي الصخره التي تتحطم عليها صحتك. تبقى عندك 35 سنه، شفت شباب 35 سنه ما استحملوش الكورسات اللي بتتعطى، كليتهم باظت، بقوا يتبولوا في كيس، بيتبول في كيس. شاب 35 سنه بيتبول في كيس، وقضايا مرفوعه في النيابات على الجهله اللي موجودين في الصالات. طبعا في ناس كويسه، ناس كويسه، لكن السواد الاعظم ناس بتستهدفك وبتستهدف صحتك علشان 500 جنيه ياخدهم منك، 1000 جنيه ياخدهم منك، 3000 ياخدهم منك، بيستهدفك. العب رياضه للرياضه، العب رياضه ده هدفها السامي تهذيب النفس، تقويه الاجساد. مش بعد 3 سنين او 4 سنين او 5 سنين الاقي كليتك بايظه وكبدك بايظ وخلصتك مضروبه، لا. برافو عليك يا ريهام، برافو عليك يا ريهام، وربنا معاكي، وان شاء الله طالما انت على الحق ما تخافيش وما تقلقيش من اي حاجه. السلام عليكم.